السلام عليكم ورحمة الله أيها التلاميذ. وعليكم السلام ورحمة الله أيها الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى وحنوب لابندونا اللغة العربية حيصدي أهيت لغة عربية للصف الأول الابتدائي صف كوبات وبلاوغة. ما أنت إن شاء الله تعالى عشر كين وحكب لابن دونا الدرس الخامس عشرة عشر كشان يتبنات أيان قادم دونا الدرس الخامس عشرة عشر كشان يتبنات نوع عشر كوا نوعي نوع الدرس ولغة عربية نوع الدرس ولغة عربية ومر بالنوع أي عشر كعربي نقضها مر وحو نقنا إملاء مر وحو نقنا يا نحو مرنا عربي عادي أيو نقنا يا محادثة داخل الفصل وذا شاكاسي كسابسا فصل كجذيهيسا وذا شاكاسي فصل كجذيهيسا لوغا شاكاسا هاي وعا فصل كيالو الدرس الخامس عشرة عشر كشان إيطبانات محادثة ووذا شاكاسي داخل الفصل فصل كجذيهيسا إن لغو شاكاستو وذا شاكاسي وحو أدحيا أحمد يا عمر أي أودحيا وشاكاسك وحودحيا أحمد يا عمر أحمد صباح الخير صباح وناكسن عمر صباح النور صباح وناكسن أحمد ما هذا كان محاور ما هذا عمر هذا درج كني وقانت هذا درج كني وقانت أحمد هل هذا درجك؟ قانت هذا ميا عمر نعم ها هذا درجي قانت دي ذوى والشاكاسي وحوض حيا أحمد إيه عمر أحمد صباح الخير صباح الخير صباح وناكسا صباح الخير صباح النور صباح وناكسا صباح النور مركل قويدي أوقفك سلامه صباح الخير مركو كده good morning معده صباح النور أكو بدلي لكن وحا صدن وحا كهريه إن اللي سكو سلامه سلامة إسلامك وصباح الخير هرت هذا وحا لقهر مرينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز جوابتي سميني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوبتو إسلامك سلامتي سواء نبت قليو صباح الخير صباح وناكسن صباح النور صباح وناكسن ما هذا كان محاوي هذا درج كان وقانت هذا درج هل هذا درجك قانت هذا ميا هل هذا درجك نعم ها هذا درجي كان وقانت ديدا هذا درجي أحمد ماذا في درجك؟ قاند هذا محاك وجره ماذا في درجك؟ قاند هذا محاك وجره ماذا في درجك؟ قاند هذا محاك وجره عمر في درجي قاند إذا وحاك وجره كتاب وكراسة وقلم ومسطرة ومبرات ومسطرة عمر في درجي قاند إذا وحاك وجره كتاب كتاب أيا كجرو وكراسة بوك أيا كجرو وقلم قلن أيا كجرو ومبرات شابين أما قلن قر أيا كجرو ومسطرة هي مسطرت أيا كجرت في درجي قاند إذا وحا كجرو كتاب كتابا كجرو كتاب كواكن بوك كتاب كواحوا مركو وحكو قريه ها مركو وحكو قريه وحال لها كتاب وكراسة كراسة وحوية بوك هذه كراسة وبوك بوك وحلو قرو وقلم هي قلن أيا كجرو ومبرات شابينو قلن قر أيا كجرتو ومسطرة إيه مسطرت أيا كجرتو أحمد ما هذه تنوامح ما هذه تنمحاوي
هذه سبورة تنوى سبورة يكتب عليها المعلم معلمك يا وحكو قرأ هذه سبورة تنوى سبورة يكتب عليها المعلم معلمك يا وحكو قرأ أحمد ماذا في درجك ورقاند هذا محاك جرى ماذا في درجك عمر في درجي قاند هذا وحاك جرى كتاب كتابة كجرى وكراسة بوغا كجرى وقلم قلنا كجرى ومبرات شابينا يا كجرت ومسطره مسطرت أمر الله مسطرت هذه مسطره أحمد ما هذه تنوامح عمر هذه سبورة يكتب عليها المعلم هذه سبورة تنوى سبورة يا وحكو قرى سبورة ده. يكتب عليها المعلم معلمك يا وحكو قرى يكتب عليها المعلم سبورة مركا لبن نوعين قطار سبورة بيضاء سبورة عط سيد مدان وكله هذه سبورة بيضاء وهيك لو نقطها وهاك لو جرى سبورة سوداء سبورة مذو أياجرته سبورة بيضاء وسبورة عط سبورة بيضاء سبورة مذو ده سبورة سوداء وسبورة مذو سبورة بيضاء وسبورة سوداء سبورة عد اي سبورة مذو اي اقيف سمان مركا صور كمدكو قران وسبورة سوداء مدان عدن وسبورة بيضاء وسبورة عد وي مركو حويري هذه سبورة يكتب عليها المعلم معاني المفردات اريد ان صامرني معنى هذي معاني المفردات اريد ان صامرني معنى هذا وحان صامرني الدرج درج محالة قوضا الدرج محالة قوضا الدرج هو شبه صندوق ووح صندوق ايغو في ثنايا المكتب ميسك اما ارماجدا ياه قده هيدا كجر جرتو شبه صندوق ووح صندوق ايغو في ثنايا المكتب ميسك قده هيسا كجرو اما قاند قده هيدا ان ارماجد قده هيدا كجرتو كاسا وحالا دها الدرج أي الله شبه صندوق في ثنايا المكتب المبرات وسكين لبري الأقلام وسكين يرى قلنك لغو قرطو هذه مبرات مبرات واتنا المبرات سكين لبري الأقلام ووح سكين عملو لغو قرطو قلنك لغو قرطو الكراسة الدفتر وبوغ الكراسة الدفتر وبوغ مركا بوغ لابا مغعو ليه كراسة أما دفتر عندي كراسة وعندي دفتر معاني المفردات إريادة معنى هذا إريادة هل هل أنسو قبسنو الدرج ما معنى الدرج الدرج شبه صندوق ووح صندوق إغو في ثنايا المكتب ميسك قده هذا كجروا المبرات سكين وسكين لبري الأقلام قلن كالوغو قرطو لبري الأقلام الكراسة هنه الدفتر بوغواي كراسة مركا كافك والا قذية وحالو قد واقيا كراسة كراسة مركا كراسة يوحا اسكم ذا دفتر عندي كراسة نعم ما هذه كان محاوي هذه كراسة هذا كتاب أم كراسة هذه كراسة يا وما هذه وما هذا هذه كراسة هذا دفتر لماذا ضبوا عليه كرتاوة لكن كتابك وحالها مركو وحكو قرية الكتاب هذا كتاب مركو وحكو قرية هي وحالة ده كتاب لكن مركي بوق أهان لو قلت لك لي أو وحبكو قرنين محالها دفتر أما كراسة إذن ما هذا كان محاوي هذا كتاب نعم ان وحا اوغد بينا عشره سؤاله ذا ايان اوغد بينا اجب عن الاسئله الاتيه سؤالها كجواب اجب عن الاسئله الاتيه سؤالها سو صعدو كجواب ما هذا كان ما مح
ما هذا كان محاوي؟ ما هذا كان محاوي؟ ماذا في درجك قاند هذا محاك جرو؟ ماذا في درجك قاند هذا محاك جرو؟ لا، اسمي نور الدين. الجواب الأول، هذا قلم. اسمي إيمان عبد الله. الجواب الثاني، في درجي قلم وكتاب مسطرة ومسطرة ودفتر. أد أي أمهتين نور الدين iyo iimaan abdullahi ashirki maanta oo arabiga aha aan ku baranay ad-darsul khamis ashar muhadatha wada sheekaysi ugu saabsanay halkaas ayuu ku eegay wa billahi tawfiq wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad